اسم مدني راه في القطر ويثني على فرنسا، يا فرنسا يا كذا، ردوا بالكم يا ليجان، هادو يخدموا مع الاستعمار. اسمع كما كان يقول بمباديس، نموت على فرنسا، هادو ولادو يموتوا على الاستعمار. كما كان يقول بمباديس، وش يقول؟ يهضر عليه يقول كما كان يقول بمباديس، نموت على فرنسا. اسمع عاوداك باش سمعها. كما كان يقول بمباديس، نموت على فرنسا، هادو ولادو يموتوا على الاستعمار، يحبوا الاستعمار، هادو يحبوا الاستعمار، هادو ما حزب فرنسا وحب حزب الاستعمار. اسمع، حبوا يكسروا الثوره الجزائريه، حنا نكسر لكم الدين تاعكم هذايا المزور، حاشاه الاسلام الا كان الاسلام كما تقولوا انتم. هكذا خوتي، دونك يا كي يقول لكم هكذا، قولوا لهم هذا الفيديو واعطوا لهم هذه الشواهد، وقولوا لهم يقول لكم شنو هي عائشه بنت جميله بوحيرد، وعائشه شكون هي الفحله تاع صح. اسمع، عائشة على عائشة أم المؤمنين، شكون هي الفحلة عائشة والله جميلة بوحيرت. اسمع، قتلت مسلمين، هاني جابت لك الأذان في بلادك هكذايا، دونك تهلاو في روحكم يا لجان، جبت حياة خلف الطار، تحيا جميلة بوحيرت، هي أمنا، أنا أمي جميلة بوحيرت ماشي عائشة هكذايا، حبة من حبة وكارهة من كارهة، وأمي خير من أمكم هكذا. السلام عليكم ورحمة الله. أمو جميلة بوحيرت ماهيش عائشة أم المؤمنين. اسمع للرويب الثاني هذاك واش يقول على بن باديس. اسمع، تيبو بتعرفوا والو، ما ديروش لي ريشاج، ما تحكوش على دينكم، دين دين هكذا وراثه طبعوا بك، وهادو كاع فتن يديرهم ربي سبحانه وتعالى باش يعرف شكون هو المسلم الحقيقي اللي يحوس على الدين تاعو، وشكون اللي يتبع بك. شوفوني انا مسلم نحمي على الاسلام، وانا واعر، وانا الصحابه، وانا نقتل، وانا ندير هذا ما كان. دونك ابن باديس كيديروا عليه انتم يوم العلم، وعنده دار الحديث، هو اللي دار دار الحديث في تلمسان، دار الحديث كلش مبني على الكذب والاشكروكري، دار الحديث، وانت حديث كيما هذا ما تصلحوش. فهموني كيفاش داير دار الحديد، وجمعية علماء المسلمين الجزائريين، جمعية موجة جمعية، ويزوخوا بهذا الكتاب، يقول لك بن باديس، ويضربوا عليه مع فركوس، يقولوا له كمال مالكي بن باديس كان ما يديرش الكتاب تاع ابن العربي وما يثنيش عليه، وملك فركوس يقول لهم بصح ندم قبل ما يموت، وجبد روحه من ابن العربي، هو سلفي كيما حنايا، وما كاع في سمعة واحدة، كاع كامل في شكارة واحدة، كامل في شكارة واحدة، كامل يتفهموا على هذا القول باللي ما يحبوا ما يوريوش للمسلمين. وتقول لي انت العلم، تقول لي باللي ابن باديس سيت ان سافون، عالم دين، كيفاش عالم دين ما يعرفش هذا الحديث باللي حقيقي؟ اسمع، ولا حب يزور التاريخ للمسلمين ويخدع الجزائريين ويقول لك شعب الجزائري مسلم، واذا خدعته لا تسعفوا. مسلمون وإذا خدعتكم لا تزعفوا، خدعة هذه مش بك خدعة، تنقل العلم وتقول أنا عالم، تنقل هذا خلينا في فرنسا وكذا، أنا أدرع الدين الإسلام، تقولوا إمام ابن باديس، شي إمام ابن باديس خويا العزيز، ابن باديس كان صلدة نتاع النواصب، نيب اسمي موا صلدة تاع النواصب. هاك سمع، عمر راسك يا الشعب الجزائري، عمروا رأسكم يا الشباب، يا اللي راهو يضلل فيكم هذا الزنديق هذا العربيد.